حاج محمد من بني سويف، اتفضل. سلام ورحمة الله وبركاته. معاك ما عندي شكوى بتاع حظيره المواشي اللي كلمتك عنها الاسبوع اللي فات، والمعاون بتاع الجمعيه هتعطيني المحضر، وانت قلت لي هنشوف لك حل. وما قدمنا عليها اللي هي انت كان في برضه حاله نفوخ عندك؟ ليه انا ساعه كنت جايب بهايم، وكان عندي اللي عامل لها اللي هي رخصه التشغيل اللي هي بتاع الطب البيطري دي، وبعدين؟ وكان المعاون جه وكان يديني محضر وقال انا اعمل لك محضر وبتاع بالهدد وبتاع. قلت له يا فندم انا حد عامل جالك تاني؟ حد جالك تاني يا محمد؟ هو ما هو قال لي ده احنا حولنا المحضر للنيابه. محضر بايه يا محمد؟ انت دلوقتي معاك رخصه تشغيل، حتى لو جالك محضر هتروح تقدم رخصه التشغيل. يعني انت طب ما قلقان هو من ايه؟ انت بتتكلم على واحد بيهددك تهديد، لا انت شفت محضر ولا في محضر اتحرر، ولو لا قدر الله في محضر انت معاك ورقك سليم. انت معاك رخصه تشغيل من الدوله، فلو في محضر هيتم استدعائك هتقدم ورقك. فانت ما عندكش مشكله. يا محمد. ايوه معاك يا فندم. ما تقلقش واشتغل. طب ماشي، هو بيقول لي ده هيجي لك ازاله ومش ازاله ما بيقول لي دي كتيره يا محمد. هو يعني ما نبعد عن التهديدات، وفي حاجه اسمها قانون وفي دوله قانون. انت الازاله ده هتجي لك من غير محضر ومن غير حكم، ولا دي ليها اجراءات؟ ايوه انا بقول له طب انا ودي فاهم فاهم، بيقول لي دي مش شغلي. بقول له لا طب انا عليا فلوس في ده الدوله مين اللي فاهم بيقول لك هي كل القصه معتبرها دي؟ اللي بيهددك ده كله مين؟ مدير الجمعيه ولا مين؟ مدير الجمعيه. ايوه طيب احنا هكلمه عشان اعرف ايه القصه دي النهارده، هكلمه. خدوا النمره ماشي منه ونكلمه بعد الهواء. انا هكلمه. بشكرك. ماشي.